بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اليوم في مادة العلوم سنة الرابعة متوسط رايحة ندير التنسيق الوظيفي في العضوية. التنسيق الوظيفي في العضوية باش نشرحوا هذا مليح، رايحة نمد مجموعة من التمارين ونشرح هذه التمارين باش نفهموا واش معناتها التنسيق الوظيفي في العضوية. في جدول حدد المنبهات الخارجية والعضو الذي يحتوي على المستقبلات الحسية المسؤولة عن استقبالها. الحاجة الأولى اللي نديروها لازم نكونوا نفرقوا ما بين المنبهات الخارجية والعضو الذي يحتوي على المستقبلات الحسية. العضو اللي يستقبل المستقبلات الحسية كما العين، الأذن، الأنف، اللسان، اليد اللي نمسو بها، هذه مستقبلات حسية. والمنبهات الخارجية هي الأصوات اللي تجينا من برا، الضوء اللي نشوفوه من برا، الحاجة اللي ناكلوها هكذا نذوقوها، هذه كما نقولوا احنا منبهات، هذه منبهات خارجية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلت على محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اليوم في مادة العلوم الطبيعية رايحين نشوفوا التنسيق الوظيفي في العضوية، وهذا التنسيق الوظيفي في العضوية للسنة الرابعة متوسط. يقول لك في جدول حدد المنبهات الخارجية والعضو الذي يحتوي على المستقبلات الحسية المسؤولة عن استقبالها. يعني في هذا التمرين هذا رايحين نشوفوا منبهات خارجية ونشوفوا عضو يحتوي على مستقبلات حسية. منبهات الخارجية واش هي والمستقبلات الحسية واش هي؟ المستقبلات الحسية هي كما العين، الأذن، الأنف، اللسان، اليد اللي نمسو بها. والمنبهات الخارجية هي الأصوات، هي الحوايج اللي نشوفوها، هي الحوايج اللي نمسوها، هذيك نقولها منبهات خارجية. لازم أول حاجة نفهموا شنو هي منبهات خارجية وشنو هي مستقبلات حسية ونفرقوا ما بيناتهم. مستقبلات حسية هي اللي تستقبل هذيك الحاجة اللي نحسوا بها كما قلنا العين، الأذن، الأنف، اللسان والجلد. المنبهات الخارجية هي أي حاجة تجينا من برا، صوت، حاجة نشوفوها، حاجة نذوقها، حاجة نمسوها، بهذا الشكل. قال لك هنا في جدول حدد المنبهات الخارجية والعضو المستقبل لها. رايحين نديرو جدول نديرو فيه خانة فيها منبه خارجي، والخانة هنا نديرو العضو الحسي. الضوء منبه خارجي، والعضو اللي الحسي هو العين، يعني الضوء نشوفوه بالعين. المنبه الخارجي هو الصوت، العضو الحسي نسمع الصوت بالأذن. المنبه الخارجي الرائحة، العضو الحسي يعني نشم الرائحة بالأنف. المنبه الخارجي هو الطعم، العضو الحسي هو اللسان، وعندنا الألم، الحرارة، الضغط، اللمس بالجلد. هذا بالنسبة للتمرين الأول. رايحين نشوفوا التمرين الثاني. هنا يقول لك حدد في جدول مختلف المستقبلات الحسية الموجودة في الجلد والمنبهات الخارجية. هنا ما قال لكش حدد لي مختلف المستقبلات الحسية، هنا كما قلت ما قالكش حدد لي مختلف المستقبلات الحسية الموجودة وحدد لي المنبهات الخارجية، هنا قالك شوف لي المستقبلات الحسية تاع الجلد برك. الحين نهضروا على الجلد، احنا الجلد واش قلنا؟ الجلد واش قلنا؟ قلنا الألم، الحرارة، الضغط، اللمس، هذو تاع الجلد. واش يقولك المستقبل الحسي؟ ما نقولوش الجلد يعني الضغط، مستقبل الحسي الجلد يعني اللمس، مستقبل الحسي يعني الجلد الألم، مستقبل الحسي الجلد البرودة، مستقبل الحسي الجلد الحرارة. ها في الجلد بالذات كل عنده كما نقولوا حنايا كل حاجة مختصة في تنبيه. مثلا الضغط المستقبل الحسي هو الجلد، بس هو شكون وشني الحاجة المسؤولة في الجلد؟ هي جسيمات باسيني. هنا اللمس
اللمس. المستقبل الحسي هو الجلد، بصح اللي مسؤول هو جسيمات ميسنر. هنا عندنا الالم، كنحسوا بالالم. وشني الحاجه المستقبل الحسي؟ هي الجلد، بصح وين هي النهايه العصبيه الحره؟ هنا البروده، كنحسوا بالبروده، شكون اللي يحس بها؟ اخي يحس بها الجلد، مستقبل حسي الجلد، بصح شكون اللي مسؤوله؟ هي جسيمات كراوس. وهنا عندنا الحراره، شوفوا البروده جسيمات كراوس، وكنحسوا بالحراره جسيمات رافيني. هذو نحفظوهم ونفهموهم مليح. يعني كي يقول لك التنبيه الذي يستقبل، كما نقولوا احنا الضغط واللمس والالم والبروده والحراره، كي يقول لك وشن هو المستقبل الحسي تاعها، ما تحطولوش الجلد، تقول الجلد. هي كتقول الجلد صحيحه، لكن هذا الضغط واللمس والالم والبروده والحراره، كل وحده من هذو عندها كما نقولوا حنايا مستقبل حسي خاص بها. هذا هما اللي لهنايا. هنا رايحين نشوفوا السؤال هذا، يقول لك هل تتوزع المستقبلات الحسيه الخاصه بالجلد بشكل متساوي في كل انحاء الجسم؟ يعني المستقبلات الحسيه هذه خاصه بالجلد راهي تتوزع بشكل متساوي في كل انحاء الجسم، يعني كما في الايد، كما في الانف، كما في العين، كما في الرجل، كما. ويقول لك قدم مثالا عن ذلك. الاجابه لا تتوزع بشكل متساوي، لا تتوزع المستقبلات الحسيه خاصه بالجلد بشكل متساوي. توزع مثل مستقبلات خلي فيها ميسن توجد في أنامل الأصابع في حين أن عددها قليل في القدم، يعني هي اللمس اللمس، لكن في أصابع اليد نلقاوها موجودة بكثرة، وفي أصابع القدم نلقاوها قليلة. هذا كمثال. مما يتكون العصب؟ يتكون العصب من حزام من الألياف العصبية. ما هي طبيعة الرسالة العصبية المتنقلة عبر الأعصاب؟ ما هي طبيعة الرسالة العصبية؟ وكيف يمكن إثباتها؟ كيفاش نبينوا بلي راهي كاينة؟ شنو الحاجة اللي تبيننا بلي راهي كاينة؟ طبيعة الرسالة العصبية هي طبيعتها كهربائية، ويمكن إثباتها باستعمال جهاز راسم الاهتزاز المهبطي. هنا يقول لك حدد مكونات الدماغ. الدماغ وشنو المكونات تاعو؟ ما هي المكونات تاعو؟ يتكون الدماغ، يتكون الدماغ من المخ والمخيخ والبصلة السيسائية. هذو المكونات الثلاثة تاع الدماغ، المخ، المخيخ والبصلة السيسائية. اذكر فصوص المخ وشقوقه. اذكر فصوص المخ وشقوقه. عندنا فصوص المخ هي الفص الجيبي، الفص الصدغي، الفص القفوي، والفص الجداري. شقوق المخ هي شق رولاندو، شق سيلفيوس، والشق القائم. في السؤال هذا يقول لك اذكر العناصر الفعالة في الحركة اللا إرادية ودور كل منها. شنو العناصر الفعالة في الحركة اللا إرادية؟ وكل عنصر اذكر الدور تاعو. العناصر الفعالة في الحركة اللا إرادية هي اولا المستقبل الحسي، الدور تاعو يستقبل المنبه الخارجي. المنبه الخارجي قلنا كما الصوت، كما الطعام، كما مثلا الرؤية، حوايج الضوء، هذا مستقبل خارجي. الضوء، الطعم، قلنا الصوت، قلنا الحرارة، البرودة، الضغط، اللمس، هذو منبه خارجي. العصب الحسي، العصب الحسي الدور تاعو ينقل الرسالة العصبية الحسية إلى النخاع الشوكي. والنخاع الشوكي شنو هو؟ الدور تاعو هو المركز العصبي، حيث أنه يحول الرسالة العصبية الحسية إلى رسالة عصبية حركية. العصب الحركي ينقل الرسالة العصبية الحركية من النخاع الشوكي نحو العضو المنفذ. العضو المنفذ
الدور تاعو يستجيب للحركة. هنا بعد ما عرفنا العناصر الفاعلة في الحركة اللا إرادية، رايحين نشوفوا العناصر الفاعلة في الحركة اللا الإرادية. يقول لك اذكر العناصر الفاعلة في الحركة الإرادية. الحركة الإرادية للعضلات العلوية، وكاين الحركة الإرادية للعضلات السفلية. العضلات العلوية عندنا الرقبة والرأس، ساحة الحركة بقشرة المخ، عصب حركي وعضو منفذ. والحركة الإرادية للعضلات السفلية عندنا الأجدع والأطراف، ساحة الحركة بقشرة المخ، بصلة سيسائية، عندنا البصلة هذه هي الباء، بصلة السيسائية، نخاع الشوكي وعصب حركي وعضو منفذ. ولك أذكر بعض المواد الكيميائية التي تؤثر سلبا على عمل الجهاز العصبي. شنو المواد الكيميائية التي تؤثر سلبا على الجهاز العصبي؟ أعطينا أمثلة كما التبغ، القهوة، الكحول، المخدرات، الشاي والمهدئات، هذه كل تأثر سلبا على الجهاز العصبي. أذكر بعض التأثيرات السلبية للمواد الكيميائية على وظيفة الجهاز العصبي وتلف الخلايا العصبية. هنا عندنا بطء انتقال الرسالة العصبية، التبعية النفسية والبدنية والإدمان، ضمور المخ وتدني القدرات الفكرية، الانهيار العصبي، الهذيان والقلق. هذه برك اللي هنا صلحها، هذه اللي هنا بطء انتقال، هي بطء انتقال الرسالة العصبية. كما العادة نقول أي واحد عنده أي سؤال أي استفسار خليه في التعليقات رايح نجاوب عليه، اللي مش فاهم حاجة ثانية حطها في التعليقات أكيد رايح نجاوب عليها. وكي نقول حطوا أسئلة أو استفسارات نقصد بخصوص هذا الدرس اللي راني حطيته في الفيديو. نقول اللهم اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، والحمد لله رب العالمين.